السلام عليكم طلاب الصف السادس العلمي الأحيائي، ودرس جديد من دروس مادة الأحياء. واليوم موضوعنا عن الفصل الثالث اللي هو موضوع التكاثر. من الأمور المسلم بها أن جميع الكائنات الحية قادرة على إنتاج كائنات جديدة مشابهة لها، وأن كل الأشياء معرضة للموت. كل كائن حي مهما امتدت حياته أنها يجب أن تنتهي ويفنى هذا الكائن الحي. لذا يجب أن نقر أنه لا نستطيع الاستغناء عن التكاثر. والتكاثر يكون على شكلين، جنسي ولا جنسي. طبعا والتكاثر الجنسي الذي يحصل في غالبية الكائنات الحية، أي أنه الأكثر انتشارا من التكاثر اللا جنسي. وطبعا التكاثر الجنسي أو اللا جنسي يحصل من خلال عمليتين أساسيتين، أو يتضمن عمليتين أساسيتين، هي تحويل المواد الخام من البيئة المحيطة إلى نسل أو خلايا جنسية، والتي تنمو لتكون نسلا بنفس التكوين الذي تكون منه. ثانيا، نقل الطراز الوراثي أو الشفرة الوراثية بواسطة الدي ان اي من الأبناء إلى من الآباء إلى الأبناء. هنا مفهوم التكاثر، نقدر نعرف التكاثر بأنه وسيلة في الكائنات الحية للبقاء على سطح الأرض، حيث حافظ على الكائنات الحية ووجودها منذ ملايين السنين، وتطورت بأشكال متعددة حيث أنه لم يبقى على الشكل الأولي البسيط. وهذا الاستمرار في البقاء مكنها من التكاثر، والذي يؤمن بقاء النوع نفسه. طبعا تتميز خاصية التكاثر عن جميع الوظائف الحيوية أنها ليست ضرورية لبقاء الكائن نفسه، أي أننا الكائن الحي إذا لم يتكاثر بنفسه فإنه لن يموت عكس باقي الوظائف الحيوية، حيث أننا إذا استغنينا عن التنفس عدة دقائق فسوف نموت، وإذا استغنينا عن المواد الغذائية أو التغذي فسوف نموت خلال عدة أسابيع. التكاثر يؤثر على وجود النوع نفسه، أي أننا إذا منعنا نوع كامل من التكاثر فإن ذلك النوع سوف ينقرض. وفي بعض الكائنات الحية يقع التكاثر على عدد قليل من هذه الكائنات الحية، على سبيل المثال خلية النحل، حيث أن الكائنات الحية التي تستطيع التناسل هي قليلة جدا، أما الإناث فهي الأكثر عددا، فهي عقيمة ولا تستطيع التكاثر، فقط الملكة هي من الإناث التي تستطيع التكاثر مع الذكور التي تنجز عملية التكاثر، أما الإناث أو العاملات فتكون عقيمة. هسه نجي عندنا مثل ما قلنا بالبداية نوعين من التكاثر، التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي. التكاثر اللاجنسي يتم في بعض الكائنات الحية من إنتاج كائنات أخرى من نفس النوع، ويتم إنجاز هذا التكاثر عن طريق قطع من هذه الكائنات الحية جديدة تنتج كائنات شبيهة بالأصل، مثل هذا التكاثر اللاجنسي الذي يحدث بالانقسام الثنائي في الطليعيات، أو بالتبرعم مثلا في الهايدرا، تنفصل قطع صغيرة ثم تنمو إلى كائن جديد، أو تكوين السبورات في بعض أنواع الفطريات، والتكاثر الخضري الذي يحدث في النباتات وغيرها من أنواع التكاثر اللاجنسي. أما التكاثر الجنسي فيحدث في النباتات والحيوانات التي تكون
من الأنواع الراقية، أي أنه يحدث في النباتات والحيوانات الراقية فقط، حيث تنتج الذكور خلايا جرثومية ذكرية هي النطف أو الحيامن، وتنتج الإناث خلايا جرثومية أنثوية هي البيور. طبعا في مثل هذه الحالة تكون الكائنات الحية متمايزة من حيث الشكل الخارجي والتركيب الداخلي لأعضائها التناسلية، أي أننا نرى هناك فرق بالشكل الخارجي والأعضاء التناسلية بين الذكر والأنثى للكائنات التي تنجز عملية التكاثر الجنسي. عفوا، عملية التكاثر الجنسي تتم باتحاد نواتي النطفة والبيضة، وتدعى هذه العملية بعملية الأخصاب، وينتج عن ذلك اختلاط للمادة الوراثية بهذه العملية، فيتوارث الأبناء صفات تجمع نصف من صفات الأب ونصف من صفات الأم. وهنا أن جميع الجمع بين صفات الأبوين يحدث تغيرات ذات أهمية حياتية كبيرة للفرد، منها حسنة ومنها سيئة، وكلما كانت التغيرات الوراثية كثيرة كلما أنتجت تغيرات حسنة تطغي على التغيرات السيئة، وتكون الأفراد الجديدة أكثر ملائمة للظروف البيئية. طبعا يشتمل التكاثر الجنسي على عمليتين أساسيتين، الأولى هي الانقسام الاختزالي واللي أشرنا إليه في الفصل الأول، وهو نوع من أنواع الانقسام النووي الذي يحصل في النواة ويختزل فيه عدد الكروموسومات إلى النصف من العدد الكامل. أما العملية الثانية فيتم فيها اتحاد نواتي النطفة والبيضة والتي يحوي كل منهما على نصف العدد الكامل للكروموسومات، وهي وتسمى هذه العملية الاتحاد أول خلية تنتجها هي البيضة المخصبة أو الزيجة، والتي تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات، والذي جاء نصفه من النطفة والنصف الآخر من البيضة، وهي هذه تعد أول خلية جينية تصبح قادرة على الانقسام والتكوين ونمو إلى كائن جديد آخر. وشكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في محاضرات جديدة.